تحياتي لكابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن بلال، وكابتن اسامه حسني. الف مبروك للنادي الاهلي كابتن النهارده. كل سنه حضرتك طيب الاول يا كابتن. كل سنه وانت طيب. صحيح. مكاسب كتيره جدا جدا النهارده كابتن علاء حققها النادي الاهلي، بدايه من هو صعود لدور الثمانيه. فرحه الجماهير المصريه النهارده في الملعب، ودي كانت اجمل حاجه النهارده كابتن اسامه. صحيح. يعني بجد احنا من فتره مش شفناش جماهير كابتن شريف بالعدد الكبير ده، جماهير على خلق. النهارده شفنا التشجيع، تشجيع مثالي، التزام. بشكر طبعا الجهات الامنيه، بشكر كل مؤسسه الدوله كابتن علاء النهارده على المجهود الكبير شفناه النهارده، خاصه وزاره الداخليه وكل من عمل في تامين هذه المباراه. الحاجه الثانيه مهمه جدا ان انا يمكن خلال الاستوديو يمكن فرصه ان انا النهارده ببارك للكابتن محمود الخطيب النهارده بكل مجلس الاداره، والنهارده بقول له يعني الف سلامه كابتن النهارده على صحتك، وان شاء الله باذن الله ربنا يتمم شفاك على خير وترجع لنا ان شاء الله بالف الف سلامه في الفتره اللي جايه. نروح للمباراه النهارده كابتن ايمن للحكم الموريتاني. حكم صغير في السن، تحدي النهارده افريقي بيديله كابتن اسامه مباراه كبيره قوي قوي. خلي بالك مباراه صعبه على سلم الترتيب النهارده، نتيجتها من غير الفار بتبقى مشكله، وعلى الحكم خاصه لما يكون حكم صاعد كابتن شريف، حكم واعد. اتحاد افريقي النهارده كان عنده الجراه، وهو دوت اللي احنا بنتمناه النهارده في الدوري المصري كابتن، ان احنا ندي حكامنا الصغيرين وما نخافش، ادي الحكم وادي له مباراه صعبه وادي له اختبار حقيقي. هو النهارده الحكم طبعا مر بالمباراه بشكل جيد كابتن شريف، مفيش اخطاء قوي، ونادر ان هو محظوظ ايضا كابتن اسامه، مفيش اختبارات داخل الصندوق، ودي خلي بالك بتبقى عليه عامل كبير قوي قوي في مثل هذه البرت. ولكن بشكل عام هذا الحكم النهارده ادى كابتن علاء، ولكن كان عندي ملحوظتين. يمكن احنا هنجيب الحالات ونشوف هو عنده مشكله صغيره يجب ان هو يطور من ادائه فيها، وهي معيار البطاقه. صح. البطاقه الصفراء معيارها كان النهارده في عدم توازن، خاصه حوري بطاقتين، يعني انا اعتقد ان هم ما لهمش اي مبرر. بطاقه لشناوي، بطاقه لعلي معلول، في الوقت اللي كان فيه بطاقتين لابد ان هم يشهروا في لعبه عمرو السوليه الراجل اللي طلع بالركبه، ولعبه محمد عبد المنعم اللي هو استخدم فيها الزراعه. ولكن بشكل عام النهارده التحكيم مر وعبر باقل الاخطاء النهارده كابتن شريف. عبيد زبو حكم صاعد، بقول له يعني تمنيتي ليك بالتوفيق، الفتره اللي جايه تكون افضل وتطور من ادائك، خاصه في العقوبات وخاصه في التحرك والتوقع وقراءه اللعب. اول حاله هنشوفها معانا النهارده، ويمكن معانا هنا حاله هنا لمساعد رقم واحد. على فكره هذا المساعد النهارده كابتن شريف عمل مباراه رائعه جدا جدا جدا، حتى في الهدفين الثاني والثالث لحسين الشحات كان رائع جدا جدا في استمرار اللعب. يمكن عنده لعبه في الدقيقه 92، يمكن دي اللي خلت الشكل مش حلو قوي. اللعبه الوحيده اللي عنده في الدقيقه 92 اللي هو اشار على تسلل على الشحات وكان متغطي تقريبا باكثر من خط. ولكن هنا اول حاله تسلل، هنا تسلل موجود على لاعب النادي الهلال، دي كانت للمساعد رقم واحد اللي هو حمدين، اللي كان يعني انا شايف النهارده تميز وعنده لعبه في الدقيقه 92. الحاله الثانيه انا هنا برضك بقول له يعني هنا محتاجين الخبره، يعني الحكم محتاج الخبره. الدقيقه هنا بدري قوي قوي، الشناوي ابدا عمره ما هيضيع وقت، لو انت كحكم وعندك القراءه والخبره الراجل النهارده يعني هيضيع وقت ليه؟ ده هو المفروض ان هو عاوز يكسب. بالظبط. معايا كابتن اسامه؟ فانت النهارده بتحذر الشناوي، وده انا شايف ان هو كان استعجال. ما تضغطش اللاعب في بدايه المباراه كحكم وتخليه ان هو تستعجله في الوقت اللي هو ما بيعملش اي شيء لاضاعه الوقت، وده كان قرار طبعا متسرع من الحكم. زاد علي معلول بنفس اللعبه دي. بالظبط بالظبط بالظبط. ما انا عطل اللعب واداله برضه نفس الكلام ده اللي انا عاوز اقوله، ان دي الخبرات بتفرق يا كابتن اسامه. هذه مباراه كبيره، لابد انك انت كحكم تبقى على مستوى المباراه الكبيره. عندي انا حاله مهمه جدا، وهنا يعني بنتكلم على معيار البطاقه، ودي لعبه ربيعه تقريبا، اللي هنا الراجل داخل في الحذاء او داخل في الانكل من تحت، وهنا في تهور واضح جدا جدا. دي من ضمن البطاقات اللي هو كان المفروض النهارده يشيرها للاعب الهلال، وطبعا هو حسب المخالفه وما اشهرش البطاقه دي. اول حاجه زي ما انت قلت يا كابتن، هو بعده عن
المسافات اللي انت بتقول يحسن من نفسه الفتره الجايه فعلا توقع. فدي حاجه من الحاجات اللي هو ما خلوش قدر يدي البطاقه بالظبط كده. هنروح للحاله اللي ثانيه ونتكلم بردك ايضا عن العقوبات الانضباطيه ونشوف هنا. هنا كابتن في لو احنا معانا ماتيريال هنا اللاعب ده هنا استخدم الذراع في وجه محمد عبد المنعم ودي تبصيرتها انذار مفيش فيها كلام. وهنا نشوف الحكم يمكن بعيد شويه هنا الايد اهي باينه وهنا الذراع في الوجه وهنا احتسب المخالفه ايضا وما اشهرش البطاقه. دي ثاني بطاقه كابتن ايمن. الحاله اللي بعد كده هنشوفها وهنا بنشوف بقى هنا كابتن هنا اللعبه اللي جايه ديت للحكم المساعد رقم واحد. شوف هنا القطع من الشحات في المكان في الوقت اللي اتحطت من عمر السوليه وهنا المساعد هنا كان حاضر. اي مساعد النهارده من غير الفار كان ممكن يرفع ولكن هنا المساعد النهارده تميز في ان هو خلى اللعبه توصل وده الهدف يمكن الاول الثاني للشحات. وانا بحيي الشحات في هذه اللعبه ان هو قطع في الوقت المناسب كان عارف كويس قوي قوي المكان اللي هو كان فيه وحاسس بالمكان وبالتالي هنا تميز للشحات وتميز ليه الحكم المساعد رقم واحد. شوف حتى المساعد الحكم هنا بيبص هنا اول ما بص يبص على الحكم المساعد في راي ولا ما فيش ولكن هنا استمرار اللعب وده كان الهدف الثاني بحسبه للشحات تميز للشحات. دي اللعبه اللي بنتكلم عليها بقى كابتن دي ما فيش فيها صول صح. يعني هل من المعقول حتى احنا بنجيب الفيديو تيست يا كابتن بلال للحكام لما تيجي لعبه زي ديت بالشكل دوت يعني اعتقد ده اقل ما يجب انك انت ده اقل ما يجب طبعا. خلي بالك هنا في ركبه داخله في الظهر مظبوط وفي قفز وفي مسافه وراجل جاي من مسافه يعني فاول واضح جدا جدا لابد ان كان يشهر فيه بطاقه صفراء ولكن طبعا هنا عنده مشكله في معيار البطاقه الصفراء رغم ان هو كان هنا قريب في هذه الحاله. الحاله بعد كده ونشوف هنا ايضا هنا بشوف الشحات فينا كابتن الشحات هنا خط الدفاع هنا الهلال اخر واحد على خط منطقه ال 18 وهنا في لاعب مغطي وهنا الشحات ايضا شوف هنا المكان وده اللي بيقوله اللعيبه دايما المهاجمين خليك دايما تربط ما بين لحظه اللعب وموقف التسلل وحط عينك على المساعد وحط عينك على اخر ثاني مدافع هنا اتعملت بشكل جميل جدا للشحات سند ودخل وعمل التمويه وحط جون كان الهدف الثالث بقول النهارده الهدف الثاني والثالث نفس فكر حسين الشحات في التوقع والتمركز. بعد كده شوف الحاله اللي جايه ديت ايضا دي عند المساعد رقم دي اللي انا بتكلم بقى فيها كده يعني انت عملت الصعب كله كحكم مساعد رقم واحد وجيت في الحاله ديت هنا رحت رافع التسلل على حسين الشحات ودي الحاله اللي يمكن الوحيده اللي انا بلومه فيها رجل لاعب الهلال مغطيه جدا جدا على الرغم ان شوف التمركز هنا التمركز هنا شوف هو تمركز رائع يعني التمركز ولكن الربط ما بين لحظه اللعب وموقف التسلل يمكن هي دي اللي خلت الحاله دي حاله باستثناء المباراه كلها يمكن الحاله دي الوحيده اللي عند المساعد رقم واحد هنا كان يجب عليه ان هو يعني يشير باستمرار اللعبه لكن اشار بالتسلل. نشوف بشكل عام كابتن ايمن تاني بنقول حكم مر بالمباراه مفيش اختبارات كابتن بلال في داخل الصندوق ودي بتسهل مهمه الحكم ايضا زي ما قلنا ان سلوك اللاعبين داخل ميدان اللعب كان ليه دور في ان الحكم النهارده يظهر بشكل كويس. اخيرا تاني بنقول مبروك كابتن على المباراه مبروك للجماهير تاني حمد. تاني ومبروك لكل مؤسسه الدوله بامانه النهارده قدمنا شكل رائع جدا جدا متميز لان الجماهير ترجع تاني كابتن علاء ونتمنى ان الجماهير ترجع تاني من خلال هذه المباراه الجميله. نتمنى التوفيق طبعا للتحكيم بشكل عام والتحكيم المصري بشكل خاص. ممكن دي كانت اخر حاجه معنا.